بدايتي يعني مع المرض صعبة كانت في البداية، الحمد لله على كل حال. يعني أنا جاني، أنا كنت من ضمن تأليف المناهج، يعني أنا كنت مؤلفة مناهج، وعطل تفكيري، عطل التركيز عندي، فقدته القدرة على المشي. البداية كانت صعبة لأنه دخلت في شيء مجهول، يعني في ناس تقول جلطة، في ناس تقول سحر، مس، التهاب في الأذن الوسطى. يعني جلست سنة كاملة وأنا ماني عارفة إيش هو هذا المرض. كنت أتمنى أحد يقول لي إنه عندك المرض الكانسر، يعني كان الكانسر هو أصعب شيء، بس كنت أتمنى أحد يقول لي عندك كانسر لأنه هذا أسوأ شيء في الحياة، يعني الكانسر. بس سبحان الله طلع مرض أنا ما أفهمه ولا أعرفه، وكل الناس اللي حواليه ما حد يعرفه. هذه معاناتنا في البداية قبل يمكن 14 سنة. عدم قدرة على المشي، عدم قدرة على المشي، يعني أنا مجموعة أعراض، عدم قدرة على المشي، أشياء تطيح من يدي، التفكير، بدأت أفقد التفكير، التركيز، ما أقدر أشوف زي الناس، مجموعة أعراض مع بعض. وكانت كل أسبوعين تجيني، فدخلت في متاهة وأروح المستشفى وأبدأ من طبيب إلى طبيب، إلى بعد سنة لما جاتني على قولتهم العرق، يعني الهجمة القوية اللي خلاص أفقدتني المشي، اضطريت أني أدخل المستشفى وسووا لي تحاليل وMRI إلى أن أكتشفوا عندي المرض هذا. اهتميت بالرياضة، بالأكل، اهتميت بالاسترخاء، التأمل، العلاج الطبيعي، أنا ما أترك المساج، كمان الابتعاد عن الأشياء السلبية، ابتعدت عن كل الأشياء السلبية سواء كان فكر أو بشر. انخرطت في العمل التطوعي، صراحة العمل التطوعي جدا أعطاني طاقة وحيوية وصرت وصحة حقيقة. يعني فأنا أقول لكل مريض أمس، اشغل نفسك عن المرض بالعمل التطوعي، اشترك في جمعية، اشترك في عمل تطوعي لخدمة المجتمع عشان تحس إن فعلا أنت عندك يعني طاقة.